ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر أنا الشط اللي ضايع أنا البحر الغريب لقيني يا حياتي بهالطريق ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر أنا عطراف الغابة حامل رحيلي وشنطة غيابي وشوك الغدر علق اعتيابي وجهك دليلي يهون عذابي شفتك أنا حلمي بمنامي كنت قدامي وخلفك ضبابي لا تكوني هالدنيا وأحلامها توعدنا وياما تطلع كسابي كوني العشق اللي والع كوني الحب الصديق لقيني يا حياتي بهالطريق ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر شو هيدا؟ ما بعرف ما تخلينا تمشي احسن ما تفك حالها بليز لحظة شوي خلينا نشوفه شو طلعت بطاقة عرس؟ عرس مين هيدا؟ لمين جاي للعمار؟ لا هذا القدر بعت لي لالي انا هي وعرس مين يعني؟ اياد ورنا اياد ورنا؟ ما اياد ورنا مجوزين بشرفك بشرفك عماد خلينا نمشي انا خايفه توعى تبلغ البنك على الشيك وتوقفه بليز خلينا نمشي يلا لا تنسي مطعم مفتوح لإلك ساعة اللي بتحب تغني فيه أوكي؟ سلميلي على ستيفانو يا حبيبي جورو ماني ما يفكر يعمل فرح هيعمل فرح بجد اه طبعا انت عارف انا بفكر المرة دي بقى اعزم اهم نجوم في الوطن العربي اه طبعا طبعا
طيب اديني 5 دقايق اكلمك تاني. سلام. في ايه؟ مصيبه. مصيبه ايه؟ هلا حكيوني من الفيلا انه في ناس فاتوا عليا عم بيقولوا ان هن اصحاب الفيلا ومعنا اوراق ملكيه. تقصد نينار؟ لا، جماعه ستيفاني. يا ابني وستيفاني مالها ومال فيلتي؟ الناس اللي فاتوا على الفيلا معنا اوراق ملكيه باسم ستيفاني. نعم اخويا. نينار باعت الفيلا لستيفاني. يا ولاد الكلب يا ربا، مفيش غيري في البلد دي ولا ايه؟ تاكلهم. بيكونوا خبروا لجو انه طارت الفيلا. باي باي. إيه انت لا تتاخر ولا يهمك، مسافه الطريق بس، لانه بيكون جان من جنانه وهو بطريقه لهون. انا متاكده مثل العاده ما بتفهم شيء. ماشي شرب الناطرتك. باي باي. شو بدك رينا؟ لا مش رينا، ناديا او نينار ينفع. انت شو جابك لهون؟ جاي حملالك سلام من رايد. انت اساسا كفتي لهون؟ انت ناسيه يعني تربيتك ولا ايه؟ بتطلعي بالذوق ولا بخلي الحراس يزتوكي لبرا يا روحي؟ اطمني ما فيش حد برا. انت ناسيه يعني انك بعتهم على فيلا جو اللي سرقتيها منه؟ شو بدك هلا؟ عاوزه اخذ التسجيل بتاعي. انقلع وليه؟ مالك عندي شيء؟ يلا انقلع من وشي. مش حمشي من هنا قبل ما اشتري نفس اللي بعتها لك برخيص. لا انت شكلك جنيتي عن جد. انا رح زدتك برا. رينا اللي هنا يا سميرة. بتنصبي على جو روماني اللي نصب على لبنان كلها والوطن العربي؟ وحياة أمي أنا عاتقك يا سميرة. خد يا بنت تعالي. فين المدام؟ فوق. طب روحي اعملي لي قهوة بسرعة. اجري. اسمعي، معلقة سكر واحدة عشان عامل دايت. ستيفاني يا سميرة. ايه عاملة قبلة بس سامعاني؟ ستيفاني. ستيفاني. هاي رينا. هاي عايزين للمدام. مستر جو. ستيفاني. جو.
تقدري ماتت. مش عارف مين عمل كده. قتلتها يا جو؟ هتلاقي ليه اصلا؟ خالص انا جيت لقيتها كده. ما تبصيش كده، انا ما قتلتش حد. اقسم بالله ما قتلتها. انا لازم امشي فورا، بس لو مشيت هيعرفوا ان انا اللي قتلتها. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ بس لازم ابقى مكاني واعمل نفسي ما اعرفش حاجه خالص. يا ربي ايه المصيبه السوداء اللي انا فيها دي؟ رائد كان عندي ويشهد ما كان عندي. الشرطة عم بيحجوا على المكتب وعلى كل أملاك مستر جو. ليش؟ شو صاير؟ وينه جو؟ بالحبس. بتتخيلي تهمينه بقتل ستيفاني؟ صباح الخير. بونجور ماميتا. يسلم لي هالوجه. شو حلوة ريحة القهوة. حبيبتي. شوفي ماما، شو قتل ستيفاني؟ شو؟ يا خطرة ألف الحمد لله أنك نفدت من بين إيديه. ماما شو بالحبس؟ الله كبير يا بنتي، بعمره الشر والظلم ما بيعيشوا. تفضل. شو صاير فيك؟ أخذ لمصريتي وسيارتي وصيغتي وكل شيء، ما بقي لي شيء، خسرت كل شيء. من هو هذا؟ الشيطان يلي حطت ايدي بايده لاثبت لك انه منك الزق. الطريق اللي مشيته مر، ما اهتم كتير، كنت انتقم منك ومن رنا ومن اياد. فكرت حالي رح اقدر اوقف بوجهك وغرقك بشغلك ودمر لك امبراطوريتك، بس كتير كنت عم دمر حالي. ليك انا وين وانت وين؟ شوف مين فين اهل ربح ومين يلي خسر. انا خسرت كل شيء، ما بقي لي شيء، خسرتك انت كمان. كيف بدي اكسر لك قلبك مثل ما كسرت لي قلبي؟ مش هيك بعد لك سلينا؟ بعد تعرف ايه بقى؟
خطيبتي خبرتني. خطيبتك؟ ليش انت خطبت؟ خليني اعرفك على خطيبتي. مرتي المستقبلية. حتى انت انقلبت علي وبعتيني. لا لا مار، انا ما انقلبت عليك ولا خنتك، بس انا صراحة فكرت حالي عم ساعدك تنتقمي من شخص مثل ما وصفتي مريض نفسيا وشرير ومؤذي، بس تعرفت عليه لقيت انه لا، كنت عم توصفي حالك لمار. على فكرة أنا كنت بعرف من أول لحظة. يعني خلاص قلت لك لمار الطريق اللي ماشي فيها لتدمري غيرك رح تدمرك لإلك. لمار انتبهي يا حال، يا رب ساعدني، ده انا عمري ما اذيت حد. اول ما اطلع من هنا انا هرجع على مصر على طول. جابر عبد الحي رماني. يا فندم حدا توقعت تشوفه ما هيك شو؟ لأنك بتعرف شو عامل فيه. مع هيدا كله أنا هون، ما رح أتركك. بس أنا ما قتلتهاش. أقسم بالله العظيم ما قتلتها. مش عارف مين قتلها. بس أنا ما قتلتهاش. أنا متأكدة شو؟ كرمال هيك رح ضل حدك تثبت براءتك. ايه ده؟ هيدي ورقة براءة سميها، بدك تمضي لي عليها لأضمن إنه ما بقى تقرب صوبي من يوم ورايح ولا تستغني بقى. اسمي أنت لازم تسامحيني. أنا عارف إن أنا عذبتك كتير. بس أنا خلاص انتهيت. شو إذا بدك براءتك تظهر امضي لي على الورقة. تقدري
بدك تبصم لي هون. ابصم لك ايه؟ انا مضيت اهو خلاص. جو بصم. ياسمين عارفة إن أنا ظلمتك كتير، سامحيني، أنا ماليش في الدنيا غيرك. هلا رح تصلح غلطتك جو، وأنا بوعدك رح ضلني حدك تطلعك من هون. طيب ياسمين قولي لي، أبوس إيدك قولي لي، حتطلعيني منها إزاي؟ ياسمين رد عليا. خلي عني، أنا محتاج لك جو. إذا بدك ياني أوقف حدك طلقني. عارف إني ظلمتك، ياسمين عشان خاطري أنا محتاج لك، خليك جنبي. ياسمين أنا جو، أنا برضه عملت حاجات كتير حلوة في حياتك. رح احط لك اهم محامي جو، ورح ضلني حدك تثبت براءتك. انت عرفتي منين ان انا ما قتلتهاش؟ لانك بتحبها، كنت اعرفك بتحبها، كنت دايما اشوف هالشي بعيونك جو، مثل ما هلا شايف الذل والخوف. اللي بيحب التاني ما بيأذي جو، وأنا حبيتها بصدق كرمالك ما بيهون علي إنه تنظلم مثل ما ظلمتنا لإلي. ياسمين سامحيني، ياسمين ما تسامحنيش، انا محتاج لك. ياسمين واقف انا عطراف الغاب حامل رحيلي وشنطه غيابي وشوك الغدر علق عطيابي وجهك دليلي يهون عذابي. واقف أنا عطراف الغابة حامل رحيلي وشنطة غيابي وشوك الغدر تأخر كتير. ألو عماد حبيبي وينك؟ ليه تأخرت؟ شو؟ كيف يعني ما رحت في البلا ما تنتقم؟ عماد حرام عليك تضيع مستقبلك،
خلينا نسافر أنا وياك ونفتح صفحة جديدة ونساهم بقى، نساهم. ألو عماد؟ ألو؟ ألو؟ لا لا لا، ما رح ضيعك بعد ما لقيتك. لا لا، وإلي كانت دقيلة كمان؟ شو بديك؟ هيدا حماد جن. شو عم تقولي؟ حياتي شو هالخصر صغير اللي عليكي ولادي شوي؟ ما بدي أكتر؟ هيدا أكتر شيء. حبيبي شو رأيك نترك العرس ونروح عشي؟ عشي تلفوني. اياد رد رد داخل اجرك، رد رد على التليفون، رد. يا الله ما بدي يوصل له، خليني لحقك. يا الله يا رب العالمين، شو عامل؟ شو؟ بعد ما جهزته؟ أنا بدي بعد شي 10 دقايق. طيب أنا رح روح على المطعم، في عندي كم شغلة بدي زبطها، بس لينا رح تبقى معي، تبقى خدي. ها؟ أوكي أكيد. أتأخروا. لا خلص. بجزدين. اوكي اوكي، بلاقيك بالمطار. اوكي حبيبي، باي باي. الله معك. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. لا ما قلت لك انقحت بالدم.
قصتنا ما رح تخلص. كان قصدي دمي أنا. لمار لمار لا 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 لمار لمار بترشيك لمار 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 حبيبتي لمار 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 استاذ جو الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي. استاذ جو سمعنا انك استعنت باشهر المحامين ببيروت ولبنان لقدروا يطلعوك من السجن. لا 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 خالص يا حبيبي اطلاقا، انا اللي خرجني من السجن براءتي وبس. مستر جو سمعنا انه الفنانه ياسمين هي ساعدتك ووقفت حدك لتثبت براءتك مقابل انك طلقك، صحيح الحكي؟ ياسمين قصدك تقولي سامية؟ معلش تعبان بقى، مش متخيله اللي حصل جوه ايه. انا اقول لك يا حبيبتي، انا اللي خرجني من السجن نزاهه القانون وسمعتي النظيفه وعلاقاتي بالناس المحترمه اللي بيقدروني دايما، وفوق كل ده بقى براءتي. سيو جو فينا نعرف شو كان ردة فعلك لما شفت الفنانة ستيفاني مقتولة؟ ستيفاني الله يرحمك يا ستيفاني، أنا تعبت نفسيا جدا ولن تتخيل الخسارة اللي أنا شخصيا خسرتها، ومش أنا بس، الوطن العربي كله خسر فنانة محترمة ورقيقة وجميلة. علمك ستيفاني كانت صديقة عزيزة جدا على قلبي. مسيو جو معلش يا جماعة أنا آسف جدا، معلش تعرفين بقى بس التعب اللي أنا كنت فيه، معلش أنا هعمل مؤتمر صحفي وحضراتكم هتكونوا موجودين. مسيو جو شكرا شكرا. مسيو جو مسيو جو أيوة ممكن سؤال بس؟ تفضلي. شو مشاريعك الجديدة؟ وهل في وجه جديد على الساحة عم بيجهزوا جو روماني؟ مع جو روماني دايما في وجه جديد واكتشافات جديدة وبدايات جديدة. قولي لي انت بتحبي الشهرة؟ طبعا، في حدا ما بيحب الشهرة؟ تعرفي تغني؟ بصراحة لا. مش مهم، في العلاقات الخاصة المهم الأخلاق. تعالي تعالي تعالي. عادة الفنان بس يطلع مسرح ما بيخجل، بس أنا هلأ كتير خجلانة وملبكة، قلبي عم بيدق مليون صراحة، ما بعرف شو بدي أقول، بس أكيد الشكر الكبير لله يلي أنعم علينا بهالنجاح. بدي أشكر كل اللي ساعدوني ووقفوا حدي بالمرحلة الصعبة اللي قطعت فيها. بدي أشكر أكيد شكر كبير لوليد بيك. بدي أشكر أستاذ حسام سلامة. يلي كان أكتر من كاتب مبدع. حسام أنت صديق وخي لإلي، شكرا كتير. ماما ماما أنت حبيبة قلبي، قد ما أحسي ما رح أقدر كفيك بكل التضحيات اللي عملتيها عشاني. حبيبي كتير كثير حكي عليكم، بس اكيد بدي اهدي النجاح لارواح فرقتنا بكير، وكانت سند وقوة لإلي. خي رامي مديرة اعمالي مايا الله يرحمها، ما رح ننساكم ابدا ابدا. شكرا كثير لكم. مساء الخير، لو سمحتي تكريم الأستاذ حسام سلامة وعرض فيلم ياسمين فيه. سهلا أم واحد، تفضل. كانت تجربة جديدة وتجربة حلوة كتير، والحمد لله أنه تكللت بالنجاح، والفضل طبعا بيعود للكاست
يلي كان ايد وحده وعيلة كبيرة للفنانة ياسمين. بهالمناسبة بحب وجه أحر التهاني للكاتب الكبير حسام سلامة الحائز على جائزة أفضل فيلم بمهرجان القاهرة. شكرا، متشكر ليكم كلكم. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا فزتكم النهاردة، على الرغم من ان انا كاتب والمفروض الكلام ده لعبتي وحياتي كلها، بس ما اعرفش ليه بيخوني الكلام في اللحظات اللي زي دي، في اللحظات اللي بنسى فيها تعبي ومعاناتي ومجهودي اللي بذلته علشان اقدر اقدم لكم فيلم محترم زي ده. طبعا انا معايا لسه شكر كبيره جدا، وسامحوني طبعا لو نسيت اي حد، انا اسف. في البدايه بشكر ربنا سبحانه وتعالى، وتاني حد بشكره استاذ وليد، استاذ وليد محمود المنتج الرائع اللي اداني ثقته وسخر كل امكانياته عشان نقدر نقدم لكم فيلم محترم زي ده. تاني حد بشكره هو المخرج هشام شربطجي اللي بذل مجهود رائع علشان تشوفوا فيلم محترم زي ده. طبعا الشكر الكبير للفنانة النجمة الجميلة ياسمين. اللي قدرت وبمنتهى البراعة انها تترجم احاسيسي على الورق وتقدمها لكم في ابهى صورة. ياسمين بجد كنت هايلة، متشكر جدا. بيقولوا إن الكتاب بيكتبوا أفلامهم ورواياتهم عشان يقتلوا الأبطال، عشان يخلصوا بقى من الناس اللي بقوا معيب في حياتنا، بس أنا مش موافق على الكلام ده. أنا ما كتبتش الفيلم ده عشان البطلة تموت، بالعكس أنا كتبته علشان البطلة تعيش، عشان لسه في حاجات كتيرة قوي في الدنيا دي تستحق إن احنا نعيشها ونستمتع بيها. بيقولوا إن النجاح بيعم على أشخاص كتيرة قوي، والفشل بيخص شخص واحد، بس أنا بقى ما بأمنش بالكلام ده، لأن نجاحي بسبب إنسانة واحدة، بسبب إيد طيبة وحنينة طول عمرها كانت بتطبطب عليا وبتحن عليا، طول عمرها كانت بتحضني، بتشيلني لما بقع، بتشدني علشان أرجع تاني أقف على رجليا. إنسانة اتعلمت منها حاجات كتيرة قوي، وبيتهيالي ان الجايزه دي هي اللي تستحقها مش انا. عشان كده اسمحوا لي باسمي وباسم كل الناس اللي كرموني ان انا اهدي الجايزه دي لشريكه حياتي وشريكه نجاحي، اهديها لحبيبتي وروحي وعمري، لمراتي، لصاحبه الاحساس المرهف اللي انا دايما كنت بستمده منها، لفرح، مراتي اللي أنا كان نفسي قوي إنها تكون موجودة ما بيننا النهاردة عشان تسمعني، تسمع الكلام اللي طالع من جوه قلبي بمنتهى الصدق. أنا هنا يا حسام. رحبوا معايا بشريكة حياتي وشريكة عمري وشريكة نجاحي وشريكتي في فيلمي الجديد، الكاتبة الناشئة المبدعة بإذن الله فرح غانم. تعالي يا فرح، تعالي. شكرا، شكرا جدا، بحبكم قوي.
نعم. بنتك دي بقى تجيب لها لابتوب عشان تبتدي كتابه لوحدها، ماشي؟ إيه؟ عشان فرخ الوز عوام، صح؟ فرخ الوز؟ ايوه. انت عايز تكتبي؟ عايز تبقي مؤلفه؟ ها؟ ماما ايه؟ ماما باد جير. فرح ايه؟ حلوه. حلوه؟ حلوه. فرح حلوه قوي. ايه ده؟ انا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ ايه ما تعدمش والبدله الحلوه تقبرني يا عمي. سوينا سوسه يلا جايه، وين بدها تكون يعني؟ يلا يا سوسو. ايه بنت العروس لك دخيل هالقمر، انا قمر مصور. اي والله قمر. شو ما بدك تهرب؟ يلا بدك تهرب معك بهرب لاخر الدنيا. يلا حبيباتي. لا لا لحظه، في عروس تاني رح تنزف معي اليوم. تفضلي يا عروس. ميوشي لك يا هنيه، لك يا هنيه، ملكة 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 شو يا حبيبي. ان شاء الله بتقبليني. دايما في الحياه حاجات ما بنفهمهاش الا بعد ما بنعيشها ونحسها. كل لقاء ما بين راجل وست بتبقى حرب غير معلنة، وكل حبيب ممكن يتحول في يوم من الأيام لعدو، بس العدالة الإلهية بتنصفنا وبتيجي على هيئة بشر، ومهما البعد طول ما بيننا أكيد في يوم من الأيام هنرجع ونتلاقى ونقرب لبعض. دايم شفتك انا حلم بمنام كنتي دايم. ان شاء الله بتقبرني. دخيلك الريح تقبرني. الحمد لله يا حبيب قلبي. دخيلك تقبرني. فوت يا حبيب قلبي، فوت. تيتي بابا رجع من السفر. مايا طاي حبيبتي. اجي تيتي. ايه تيتي تعي 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 تعي. بوسي لماما، بوسي. قولي له أنا بحبك بابا، أنا بحبك. أنا بحبك. نورت البيت تقبرني، لك نورت حياتي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أبو مايا. الحمد لله على السلامة. مين اللي قال إن الموت نهاية؟ الموت أحياناً بيكون بداية. بيكون حياة جديدة. روح جديدة خرجت من جسد وراحت لجسد تاني. عشان كده لازم نفتكر الناس اللي بنحبهم بأعمالهم الحلوة وذكرياتهم الجميلة، عشان روحهم ترتاح وتفضل حوالينا. بابا وين رايحين؟ رايحين نزور ماما. ماما سوسة؟ لا حبيبي، ماما مايا. شو بدك نقلها لمامي؟ اشتقت لك مامي. نقلها للفاتحة لمامي؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شو بنقول لمامي قبل ما نمشي؟ باي مامي. حكاياتنا ابتدت بالحب، ابتدت بخمس أفراح عشنا مع أبطالها، أحاسيسهم ومشاعرهم وحبهم، عشنا تفاصيلهم الصغيرة قبل الكبيرة. وفي بيروت مدينة الحب والجمال بدأت حكاياتنا، وفي نفس المدينة هتخلص حكايات علاقات خاصة. فكرت كتير بالفل لمار، كان بيكفيني حس انك موجودة، انه عم تتنفس تحت سما وحدة. فكرة حالي فايتتيني بروحك. الموت كان أرحم علي بكتير من الأيام اللي عم عيشها بدونك. بحبك. شفتك أنا حلم بمنام، كنتي قدامي وخفت طبابي. لا تكوني حدني وأحلى وعدنا وياما تطلع كذابي. كوني العشق اللي والا، كوني الحب الصديق، لقيني يا حياتي بهالطريق. ما قلت لك انه حتى بالدم ما خلصت قصتنا؟